الله عليك يا جدي انشيلوتي. لا هو بصراحه يعني ما نظلمش جدك انشيلوتي. هو جدك انشيلوتي لا مؤاخذه يعني ماشي بالموجود، هو الموجود بالنسبه له كده، وهو الراجل عارف ان هو موجود في ريال مدريد عشان كده، عارف ان هو موجود في ريال مدريد عشان خاطر ريال مدريد مش عايز يصرف وعايزين يمشي الفرقه باقي 11 لعيب وخلاص، تنافس على بطولات، خلينا موجودين في دوري ابطال اوروبا، يلا شغلنا شخصيه الفريق. فبصراحه احس ان جدي كارلو مظلوم في الحته دي. هتبص على الراجل، تبص على افكاره، هتبص على ان هو نوعا ما بيدور على ان هو يدور على لعيب زي فينيسيو جونيور او كريم بنزيما او دلوقتي جود بيلينجهام ورودريجو. هو الراجل شغله كده، هو الراجل ماشي بالموجوده بيه. الراجل ما بتقولوش قدم لي تيكي تاكا وبيقدم لك تيكي تاكا، ما بتقولوش ان هو محتاج نصرف في الماركاتو واعمل اللي انت عايزه. لا انت جايب الراجل ده عشان خاطر لما مؤاخذه مفيش فلوس في النادي وانت عايز تمشي الدنيا باي حاجه، عايز تمشي الدنيا باي باك شمال واي باك يمين، وعايز تمشي الدنيا باي مساك. معلش انا بقى مزنوقين في مساك، اخويا الراجل لعب مساك مع بايرن ميونخ، هات ولعب مساك، ميليتاو اتصاب قاعدين نغني.